أكيد سمعتوا عن معرض اللومي الحساوي، المعرض الزراعي الأول الذي تنظمه غرفة الأحساء بالشراكة مع محافظة الأحساء وهيئة تطوير الأحساء، برعاية كريمة ودعم واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء. وخلوني أعطيكم تفاصيل أكثر. 6 أيام من الفعاليات المعتقة بريحة اللومي والمنتعشة ببرادة. معرض راح يكون فعالية هالصيف بامتياز، جمع كل ما يخص اللومي كمنتج زراعي وتعداه بالصناعات التحويلية المبتكرة اللي قدمت نموذج حي على إبداع شبابنا وبناتنا في استثمار اللومي وابتكار منتجات ببصمة الأحساء. شفتوا هالخيمة؟ هذه بتكون مقر المعرض وبتشمل على أكثر من 35 جناح لبيع اللومي ومنتجاته، جلسات علمية، ورش أكاديمية وحرفية، معرض تصوير، طهي حي، جناح متكامل للأطفال، استشارات لتطوير الأعمال، مطاعم ومقاهي، وأجواء صيفية كل يوم من الساعة 4 العصر إلين الساعة 11 المساء. وموعدنا معاكم من يوم الاثنين 2 سبتمبر من الساعة 4 عصرا إلى قايد الساعة 11 بالليل. وخلونا نشوفكم.